السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تبقوا بخير. النهارده هنستكمل محاضرة الجوفينايل ايديباثيك اثرايتس الثيرد بارت فيها. سيستميك اونست، وخدنا الاوليجو ارثرايتس والبولي ارثرايتس، والنهارده هنكمل الكتيكتس. بس سمحتوا يا جماعة الفويس علشان المايك تايبه علشان ريكوردينج بليز. نرجع بس الدوباسيك ارثرايتس، كنا قايلين ان لازم يكون في 3 ايتمز علشان اقول ان انا في الكاتيجوري بتاعت الجيفنايل ديباسيك ارثرايتس، تمام؟ معلش مشكله في السلايد النهارده. اول حاجه كان لازم يبقى عندي الاونست، الايدج اوف اونست عند 16 سنه او اقل، يعني دي كان الليمت الاولاني، كان الايدج بتاع البيشنت بتاعي عشان اقول هو جيفنايل ديباسيك ارثرايتس. انتوا سامعيني كده يا جماعه وشايفين السلايد؟ معلش ظاهر لي نوتيفيكيشن ان انتوا مش شايفيني. واضح يا دكتور، السلايد واضحه جدا. طيب تمام، انا اسفه معلش. طيب، فكان اول حاجه الايدج، تاني حاجه كان لازم يكون عندي بريزيستنت اوبجكتيف ارثرايتس اكتر من 6 اسابيع، تمام؟ يعني ايه بريزيستنت اوبجكتيف ارثرايتس؟ كان في سؤال جه على الجروب كده، امتى اقول على البيشنت عنده ارثرايتس؟ هل يبقى لازم كل الساينز والسيمتومز بتاعت الارثرايتس اللي احنا عارفينها تكون موجوده؟ لا، مجرد اللي انا الاقي سويلنج او افيوجن او لوحده كده فيوجن او سويلنج، ده اقول عليه ارثرايتس، او ان انا الاقي بريزنس اوف تو اور مور اوف ذا فولوينج كرايتيريا، اللي هم مين؟ ليميتيشن اوف موشن، تندرنس اون موشن، تندرنس وبين موشن، وجوينت وورمز. 4 حاجات الاقي منهم 2، يبقى انا ساعتها اقول ان انا عندي اوبجكتيف ارثرايتس. لكن الارثرالجيا او البين اللي العيان بيقوله فقط انا مش هعتبر بيه، طول ما انا مش حاسه تندرنس او بين الموشن وانا بعمل له رينج اوف موشن، يبقى ما اقدرش اقول، او وورمز حتى على الجوينت ما اقدرش اقول ان انا في ارثرايتس. ايه تالت حاجه؟ كان تالت شرط اللي انا ادخل البوابه دي، اللي انا اعمل اكسكلوجن اوف ذا اول تشايلد هود ارثرايتس. لو ادانا ربنا العمر اللي احنا نعمل برزنتيشن كده عن الارثرايتس الموجوده في الجيفنايل بيشنس، كتير جدا وواسع جدا، انكلودنج ذا انفكشن، انكلودنج ذا بلاد ديزيزز والمالجنسز، في لمه كبيره قوي بتسبب الارثرايتس في الاطفال دول. فلازم ان انا ايديوباثيك، يعني انا مش عارفه الكود ايديوباثيك، لازم اكون عامله اكسكلوجن لاول ذا كود، تمام؟ دي كانت البوابه الاولانيه اللي دخلني على المسمى جيفنايل ديباثيك ارثرايتس. يا جماعه الميوت المايك ستايك. الكرايتيريا المعترف بيها حتى الان والمعمول بيها هي الايلاي كرايتيريا. الايلاي كرايتيريا دي كانت مقسمه لنا الكاتيجوريز بتاعتها، بولي ارثرايتس روماتويد فاكتور نيجاتيف، وبولي ارثرايتس ويز روماتويد فاكتور بوزيتيف، وسورياتيك ارثرايتس، وانسيسايز ريليتد ارثرايتس، واخر كاتيجوري كانت الاندفرنشيتد. البروفيشنال برنتو كلاسيفيكيشن اللي عايزين يعملوها، او الدسكشن اللي بتعمله برنتو دلوقتي، وكل على فكره مش برنتو بس، معظم السنترز اللي البيبرز اللي بتتعمل والريسيرشز دلوقتي بيتكلموا نفس الكلام، اللي هم عايزين يقسموا الجيفينال ايباسيك ارثرايتس بشكل تاني. فكان من الحاجات المقترحه اللي هم عايزين يطبقوها اللي هم يقسموها على حسب شكل الديزيز والباثوجينيسيس بتاعته في نفس الوقت. ف سيستميك ارثرايتس سيستميك اونست بالكينونه بتاعته، والروماتويد فاكتور بوزيتيف زي ما هو، تمام؟ ارثرايتس، لكن بداوا يغيروا ويلموا شويه جروبس ثانيه تحت مسميات ثانيه اكبر، زي ارثرايتس ريتك ارثرايتس سموها تحت الايرلي اونس زي ما هنشوف النهارده، وكمان قالوا اتسايتس او الاسبنجلايتس كاتيجوري لوحدها. وهتلاحظوا في الكرايتيريا اللي هم شالوا الانكلوجن والاكسكلوجن كرايتيريا اللي كانت في الايلار. لو سمحتوا يا جماعه ميوت المايكس، لو سمحتوا كلكم تشيك اللي انتوا تميتوا المايكس لو سمحتوا. بس مين اللي مش عامل ميوت؟ دكتورة يسرى. دكتورة يسرى بعد إذنك.
تمام، انا اسفه جدا يا جماعه، النويز دي بتعمل بتخلي واحد مش كونسنتريتد خالص. اتكلمنا احنا قبل في المحاضرات اللي فاتت على سيستمك اونست وعلى روماتويد فاكتور بوزيتيف والروماتويد فاكتور نيجاتيف بولي ارثرايتس والاوليجو ارثرايتس. النهارده بقى هنتكلم على الكاتيجوري الثالثه اللي هي الايرلي اونست، وهنتكلم على الكاتيجوري الرابعه اللي هي الاستايتس ريليتد. تمام، لو هنلاحظ كده الايرلي اونست هي عباره عن الاوليجو ارثرايتس وجزء من الروماتويد فاكتور نيجاتيف بولي ارثرايتس، وكمان كان في جزء منهم في السورياتيك بيشنتس. تمام، والانسايتس ريليتد هي كانوا السورياتيك بيشنت والانسايتس ريليتد ارثرايتس. تمام، هنشوف مع بعض كده الديتيلز بتاعت النهارده. اول حاجه السورياتيك ارثرايتس اللي موجوده في جوفينايل ارثرايتس او السورياتيك جوفينايل ارثرايتس او جوفينايل سورياتيك ارثرايتس، ليها كذا مسمى وكذا حاجه ممكن تلاقوها يعني في الكتب او تلاقوها في الارتكلز اللي موجوده او البيبرز. وحتى الان الموضوع معمول بيه هو الايلار كريتيريا زي ما احنا اتفقنا، والايلار كريتيريا لو فاكرين اللي في كل كاتيجوري فيها انكلوجن كريتيريا واكسكلوجن كريتيريا. طب ايه الانكلوجن كريتيريا اللي تقول لي للبيشنت ده سورياتيك ارثرايتس بيشنت؟ اول حاجه اللي هي يكون فيها ارثرايتس اند سورايسيس، يعني موضوع واضح من الاول خالص، العيان بريزنتد معاك بارثرايتس بنفس الشروط بتاعه البوابه بتاعه الجنرال الباسيك ارثرايتس ومعاه سورياتيك باريتس. تمام، تاني حاجه لو ما لقيتش الاثنين مع بعض، يا اما يكون عنده ارثرايتس معاه ايه بقى؟ معاه حاجتين من ثلاث حاجات، نيل بيتس داكتيلايتس، او يكون حد في الفيرست ديجري ريلاتيفز بتوعه عنده سرايس. مين الفيرست ديجري يا جماعه؟ عارفين يعني ايه فيرست ديجري وسكند ديجري؟ مين فيرست ديجري ريلاتيفز؟ الاخوان والاب والام. الاخوان والاب والام، لا الفيرست ديجري father ومذر وتشيلدرن. برافو، الفيرست ديجري اللي انا جايه منه واللي جاي مني هم دول فيرست ديجري، يعني الاب والام والاولاد. تمام، السكند ديجري هم الاخوات. تمام، عشان لما اجي اسال عيان ايه الفيرست ديجري بتوعه ما اقولش اخواتك عندهم كذا، لا الفيرست ديجري هي الاب والام. في طفل زي ده اقول عليه الاب والام، هل حد من الاب او الام عنده سورايسز متشخص سورايسز ولا لا؟ يبقى تاني، يا اما عندي ارثرايتس مع سورايسز واضحه، يا اما عندي ارثرايتس ومعايا حاجه من الثلاثه، حاجتين من الثلاثه، النيل بيتس والداكتيلايتس والسورايسز ان ذا فيرست ديجري ريلاتيفز. طب الاكسكلوجن كريتيريا مهمه برضو اللي انا اذكرها هنا شويه، لازم نبقى عارفين ان انا مش هلاقي الكلام اللي احنا قلنا عليه، مفيش سيستميك اونست، مفيش روماتويد فاكتور بوزيتيف. تمام، زي ما هنشوف كمان شويه السورياتيك ارثرايتس دي هتبرزنتد بارثرايتس، فهتجي لك يا اوليجو يا بولي، فما لناش دعوه بالاوليجو والبولي دلوقتي خالص، لان هي ممكن تجي لي بعدد اقل من 2 ل 4 جوينتس او اكتر من الاربعه جوينتس مقبول في السورياتيك بيشنتس. تمام، فمش هجيب سيره لا اوليجو ولا بولي، مش هقول ان هم مش موجودين، بس هقول حاجات كتير نيجاتيف موجوده في الكاتيجوري اللي جاي. زي ايه؟ اللي يكون الارثريتس دي في اتش ال اي اتش ال اي بي 2 27 بوزيتيف ميل. ماشي، دي من الاكسكلوجن كريتيريا، لانها من الانكلوجن كريتيريا اللي هنشوفها كمان شويه في الكاتيجوري اللي بعدها. خلاص، او يكون العيان ده عنده متشخص اللي هو انكلوزنج سبونديلايتس او انسيسايتس ريليتد ارثروباثي، او عنده ساكرو ايلياتس ويز انفلاماتوري باول ديزيز، او رياكتيف ارثرايتس، او اكيوت انتيريور يوفيتس، او هيستوري اوف وان اوف ذيس ديس اوردرز ان ذا فيرست ديجري ريلاتيفز. كل الكلام اللي احنا بنقوله ده هتلاقوه جاي في الكاتيجوري اللي جاي. تمام، بس هنا انا عايزه اقول لكم الكلام ده ليه، لان زي ما هنشوف كمان شويه ان السورايسز هيبقى ليها تو فينوتايبس، في فينوتايب شكل الاوليجو ارثرايتس والبولي ارثرايتس، وفي واحد تاني شكل الانسايتس ريليتد ارثرايتس.
فلازم هنا كنت اعمل لكم هايلايتنج اللي انا اخلوا بالكم الحاجات دي لو موجوده في العيان مش هقدر اقول عليه سوريتيك ارثرايتس. هنعرف ليه؟ لان الباتشز اللي انتم شايفينها الواضحه دي ما بتبقاش موجوده في كل العيانين من بدري كده، هنشوف دلوقتي. طيب هو بيأكاونت قد ايه من الجوفينايل ايباسيك اثرايتس؟ 5% من العيانين هما اللي بيجي لهم، هو رير ديزيز مش موجود كتير، تمام؟ موجود في الفيميل زي الميل ايكوالي ديستريبيوتد. يبقى اسيمتريكال ارثرايتس ده الكاركتر الاساسي بتاعه، بس بيجي بالاوليجو او بالبولي، وغالبا بيبقى اوليجو وبيبقى اكستندد للبولي بعد كده. بيجي في السمول جوينتس واللارج جوينتس. بيبقى في اكزيال ديزيز في 25% من العيانين. بيبقى عندهم داكتيلايتس، وداكتيلايتس دي مهمه خالص، لان هم لقوا الداكتيلايتس حتى بتاعه الاطفال مختلفه عن الداكتيلايتس بتاعه السبا اللي موجوده في الادلت، تمام؟ ولقوا التينوساينوفايتس بتاعتهم مختلفه عن التينوساينوفايتس اللي موجوده في الروماتويد بيشنتس. وفي نفس الوقت لقوا لها علاقه بالجوينتس، يعني في كونكشن بين ذا التينو التندونز والليجمنتس مع الجوينتس بتاعت السمول سمول جوينتس اوف ذا هاند، في كونكشن بينها وبين الجوينتس والسينوفيال فلويد والسينوفيال ممبرين سوري. فعلشان كده بتعمل الارثرايتس اللي ممكن تصاحب العيانين دول بتبقى external او peripheral arthritis، تمام؟ فلقوا الداكتلايتس دي مهمه قوي وواضحه قوي، وتبقى ريسك فاكتور كمان لو موجوده ان العيان ده هيجي له peripheral joint arthritis وهيبقى من الفينوتايب ده، وصعب قوي او قليل قوي اللي هو يجي له الاكزيال تايب اللي احنا هنشوفه كمان شويه، تمام؟ طيب هل السورايسس بتيجي في كل العيانين؟ السورايسس بقى اللي هو السورايتك باتشز اللي هو السكن، هل موجود في كل عيانين من اول ما تشخصوا؟ الصراحه لا، هم لقوا من 25 ل 60% بس هم اللي عندهم السورايسس في اول الكريتيريا. معنى كده اللي انا عندي برضو الاحتماليه نص العيانين اللي انا اشوفهم يجوا لي بارثرايتس من غير ما يكون عندهم سورايتك ايه؟ باتشز، ما يكونش عندي سكن. فساعتها هعتمد على الماينور كريتيريا اللي هي النيل بيتنج والداكتيلايتس والهيستوري بتاع السورايسس في الفيرست ديجري. عرفنا ليه هم حاطين دول؟ علشان انا العيان 50% من العيانين بيديفلوب السكن مانيفستيشن بتاعت السورايسس افتر الارثرايتس، تمام؟ طيب النيل بيتس حتى لقوها موجوده في 50 ل 80% من الحالات، واليوفيايتس اللي هي اكيوت سوري كرونيك يوفيايتس، يعني كرونيك يوفيايتس كرونيك انتيريور يوفيايتس اكتر من الاكيوت اللي هنشوفها مع الايديوباثيك سوري الانسايتس ريليتد. هنعرف اللي احنا في الاخر في الجوفينايل ايديوباثيك اثرايتس عندنا نوعين من الانتيريور يوفيايتس، عندنا اكيوت anterior uveitis وchronic anterior uveitis، تمام؟ الأكيوت دي ليها pathogenesis معين والكرونيك ليها pathogenesis تاني، وكل واحد فيهم يمكن يجي لي بأكتيفيتي أو في remission. مش عايزاكم تتلخبطوا بين الأكيوت والكرونيك والأكتيفيتي والريميشن. دي الأكيوت والكرونيك uveitis دول pathogenesis مختلفين، تمام؟ ممكن يجوا باكتيفيتي وممكن يجوا برمش، ده ليه شكل وده ليه شكل، ده ليه اندرلاينج باثوجينيسيس وده ليه اندرلاينج باثوجينيسيس. طب مين اللي بيجي في سورياتيك بيشنتس؟ يهمني اللي انا اعرف اللي هو بيجي لي الكرونيك انتيريور يوفيايتس، لان انا قايله في الاكسكلوجن كرايتيريا اللي فاتت ان انا لو عيان عنده اكيوت انتيريور يوفيايتس ده من الحاجات الاكسكلوجن. لو لقيت عنده anterior acute anterior uveitis ده inclusion criteria كاتيجري تانية خالص، تمام؟ فيهمني اعرف السورياتيك arthritis هي تالت cause للchronic anterior uveitis. اول واحدة هي الاوليجو، تاني واحدة البولي، تالت واحدة هي السورايسس. قليل قوي لما الاقيها في السيستميك، وقليل خالص لما الاقيها في الانسايسس related arthritis. طيب هل كان ليه في علاقه بالانفلاماتوري باول ديزيز؟ اه في علاقه وطيده
بين الجي اي تي مانيفستيشنز والانفلاماتوري باول ديزيز علشان في باثوجينيسيس تاني بميكروبس معينه موجوده في الجي اي تي لقوا ليها دور في الاكزيال برزنتيشن بتاعه السورايتيك بيشنتس وفي الاكزيال برزنتيشن بتاعه الانسايتس ريليتد بيشنتس. علشان كده هتلاقي اللي فيه انسيدنس اوف الانفلاماتوري باول ديزيز موجود حتى لو كان 1% في العيانين دول. تمام؟ يبقى السلايد دي بتختصر لي اللي انا العيان ده انا هشوفه يعني يا اما بنت او ولد. البرزنتيشن الاساسيه بتاعتي او الشكل الاساسي اللي بيجي بتاعي اللي هو الاسيمتريكال ارثرايتس بريفرال ارثرايتس اكتر من اكزيال، بس الاكزيال ممكن تكون موجوده. دي ليها شكل ودي ليها شكل وده ليها سن وده ليها سن. طيب هنشوف دلوقتي الموضوع بشكل اوضح. الجرابة دول مجموعة بيعملوا استاديز على السرياتيك بيشنس وعملوا على الجوفينايل سرياتيك أثريتس زي استادي كده، وكان من خلالها طرحوا سؤالين وجاوبوهم علشان نعرف هل الجوفينايل سرياتيك أثريتس دي هوموجينس جروب، يعني كل تحت المسمى بتاعها كل البيشنس فيها واحد كلهم عندهم نفس البرزنتيشنز بنفس الباثوجينيسيس. الصراحه قالوا لا، هي هيتروجينس جروب معتمد على الكلينيكال فينوتايب. تمام. والحاجه اللي بتميزها اكتر هو الايدج اوف اونست. لقوا اللي عندنا باي فيزيك ايدج اوف اونست. تمام. في بيك تبقى ايرلي اونست عند 2 ل 3 ييرز اولد، اقل من 6 ييرز اللي احنا قلنا عليها في المسمى بتاع الايرلي اي ان اي بوزيتيف. فاكرين ايرلي اي ان اي بوزيتيف ارثرايتس اللي هم عايزين يسموها بعد كده او اللي احنا نتعامل بيها بعد كده، اللي يكون العيان عنده ارثرايتس اقل من 6 سنين. تمام. طب شكلها ايه الناس اللي عندهم الايرلي اونست دول؟ لقوا اللي عندهم الفيميل اكتر، البوزيتيف اي ان اي عندهم موجود، الكرونيك هيفيتس اكتر، عندهم داكتيلايتس. ومع ان الداكتيلايتس دي فيتشر من الادلت سورايتيك ارثرايتس الا انها لقوها في الايرلي اونست اكتر من الليت اونست. وقلنا للداكتيلايتس معناها اللي هيجي لي بريفرال ارثرايتس، والبريفرال ارثرايتس مور في الايرلي اونست علشان هي شكل الاوليجو ارثرايتس، واخده شكل الاوليجو ارثرايتس اللي هي الايرلي اونست ارثرايتس اللي احنا اتفقنا عليها. تمام. طيب ايه الفيز الثانيه؟ ليت اونست، ودي بتيجي من 10 ل 12 سنه، بيبقى فيها اكتر شكل السبونديلو ارثروبس، وفيها اكزيال ديزيز وساكرو ايلياك جوينت افكشن، وبيبقى فيها انسايتس اكتر من الايرلي اونست، ويبقى لس سمول جوينت ديزيز. موضوع شكله وشكل السبا شويه واخد الاكزيال افكشن اكتر مع الانسايتس. طب هل في كوز للي هم يكونوا هيتروجينس يعني جروب ليه البرزنتيشنز مختلفه كده؟ مختلفه علشان الباثوجينيسيس قلنا مختلف، فالاكثر في الايرلي اونست عباره عن اوتو اميون ميكانيزم، واللي يخليكي تحطي دماغك كده فيها اللي يكون فيه الاي ان اي بوزيتيف، يعني في اوتو اميونيتي في الموضوع. اما الليت اونست لقوها اوتو انفلاماتوري. دي التقسيمه اللي احنا قلناها في اول مره خالص، اللي هم قالوا الباثوجينيسيس مختلفه بين اوتو اميونيتي ولا اوتو انفلاماتوري ولا الاكثر فيها ارثرايتس ولا الاكثر فيها انسايتس ولا ولا ولا. بقى جوه السرياتيك بيشنتس لقوا الاثنين كاتيجوريز موجودين. طيب السؤال الثاني اللي طرحته جرابه، هل هم ديستينكت انتيتي جوه الجوفينايل بيسك ارثرايتس؟ طب ليه انا ما اقولش الليت اونست دول اقول الايرلي اونست كنت احطهم تحت مجموعه الاوليجو من الاول، والليت اونس تحطهم مع الانسايتس؟ ليه يعني حطهم سيبريت عن بعضهم يعني؟ فلقوا ان في ستادز قالت ان الايرلي اونس في اختلاف بينها وبين الاوليجو ارتيكولر اونس، ما زال في اختلاف مع انهم شبه بعض قوي بس ما زال في اختلاف. لقوا ايه؟ لقوها ان هم اولدر شويه عنهم في الايدج، ولقوا ان السمول جوينتس افكشن في العينين دول اكتر من الناس اللي عندهم اوليجو ارثرايتس في السمول جوينتس اوف ذا هاند والريست، ولقوا اللي هم بيكستند للبولي ارتيكولر كورس اكتر من الناس اللي عندهم اوليجو ارثرايتس اونست. تمام. لكن في استادي ثانيه قالت لا، احنا هم جابوا التو جروبس وعملوا مقارنه بكل الايتمز اللي قالتها الاستادي الاولانيه دي، وقالوا لا مفيش اي ديفرنس بينهم وهم
شكل بعض بالظبط. فلسه في ديبيت في الموضوع ده. اما بقى الليت اونست لا، هم قايلين اللي هي مختلفه تماما عن الانسايس ريليتد ارثرايتس. ازاي؟ لقوا الناس اللي عندهم جوفينايل سيرياتيك ارثرايتس عندهم من اتش ال اي بي 27 اقل، وعندهم الساكرولياتس اقل، وعندهم الهيب انفولفمنت اقل، ومور لايبل اللي يجي لهم كرونيك rather than the acute uveitis. والناس اللي عندهم psoriasis وداكتيلايتس بيبقوا protected against sacroiliitis، لكن الناس اللي عندهم هيب بيبقى عندهم ريسك فاكتور اللي هم يجي لهم ايه sacroiliitis. فلا اختلافات كبيره بين الليت اونست والانسايتس ريليتد ارثرايتس، علشان كده ما عرفناش ناخد المجموعه دي ونحطها تحت المجموعه دي. تمام. طيب المجموعة الثانية اللي نتكلم عليها النهاردة هي الانسايس ريليتد ارثرايتس. دي ليها انكلوجن كريتيريا واكسكلوجن كريتيريا على حسب الايلار زي ما احنا قلنا. مين الانكلوجن؟ ارثرايتس اند انسايتس، يبقى الدنيا واضحة جدا عندي. او ارثرايتس او انسايتس ومعاها اثنين من اللي جايين. يا اما ساكرو ايليك جوينت تندرنس، يا اما انفلاماتوري باك بين سباين بين، يا presence of HLA B27 او onset of arthritis in male over 6 years old، family history in at least one first degree relative of ankylosing spondylitis او incitis related arthritis او sacroiliitis with inflammatory bowel disease او reactive arthritis او acute anterior uveitis. يعني ال diseases دي موجودة في أبوه وأمه، أو يكون الولد نفسه عنده acute anterior uveitis. حاجه من الاثنين دول زائد arthritis هشخصها incitis related arthritis. حاجه من الاثنين دول مع incitis هشخصها arthritis incitis related arthritis. طب ايه الاكسكلوجن كريتيريا؟ لما يكون العيان ده عنده psoriasis او تكون عنده الفيرست ديجري عندهم psoriasis، لوجيك لانها كانت انكلوجن في اللي قبل كده، او يكون عنده روماتويد فاكتور بوزيتيف او يكون سيستميك ايه أوست. زي ما قلت لكم في الاول خالص الاكسكلوجن كريتيريا بعد ما تشوفوا كل الانكلوجن كريتيريا بتاعت السيفن كاتيجوريز هتعرفوا تطلعوا الاكسكلوجن كريتيريا بسهوله، لان هي اكسكلود بقيه الجروبس. تمام. طيب هي بتيجي في 10 ل 20% من الجوفينايل ايجيباسيك ارثرايتس، وبتبقى ليت اونست بتيجي عند 12 سنه، والميل افكشن فيها اكتر، 60% من الكيسز ميل، و45% من الحالات عندهم HLA B27 positive، و20% منهم عندهم family history of HLA B27 associated diseases. والفيرست 6 months بتبقى اوليجو ارتيكلر اكتر. في اول ست في البرزنتيشن الاولاني خالص من المرض بعد ما شخص هيبقى اوليجو ارتيكلر. The most common affected joints اللي بتتشخص في الاول هي sacroiliac والني والانكل والهب. مفيش سمول جوينتس اهو، احنا قلنا الليس اتندنس او الليس افكشن اوف ذا سمول جوينتس. تمام. سمول جوينتس اوف ذا فيت والتوز ار كومنلي انفولفد. اللي بتكلم على السمول جوينتس بتاعت الهاند اللي انا بقول اللي هي شكل روماتويد لايك افكشن في الهاندز، لكن في التوز وخصوصا خصوصا الميد فود جوينتس لما الاقيها تندر وفيها ارثرايتس وانا بعمل اللي اسمها ترسايتس، يعني بعمل ايفالويشن للعيان في الاول، دي بقى سجستيف جدا ان انت عندك انسايتس ريليتد. الاكزيال ديزيز از كومن، موجود جدا في الناس اللي عندها انسايتس ريليتد ارثرايتس. 35 ل 48% من الناس اللي عندهم انسايتس ريليتد ارثرايتس عندهم راديوجرافيك او كلينيكال ايفيدنس اوف ساكرويليتس. والناس اللي مش بنعالج فيهم الساكرويليتس صح بيبروجريسيف على طول للسبونديولايتس وبيدخل في سكه كمان السباينال افكشن. تمام يا جماعه. طيب الانسايتس فين الانسايتس وانهي الاماكن اللي انا اعمل لها تشيك وانا بفحص العيان؟ لازم نبقى عارفين مكان الانسايتس يا جماعه، واحنا بنفحص العيانين لازم نبقى عارفين مكان الانسايتس على الاقل الكومن والواضحه جدا. تمام. عارفين يعني ايه انسس؟ طبعا اللي هي الاتاتشمنت بتاعت تندون او ليجامنت او جوين كبسول تو ذا بون. تمام.
بتبقى في الانسايتس ريليتد بتبقى سيمتريكال ماشي، وافكتد اكتر في اللور لامب عن الابر لامب. الناس التندر بوينتس اللي موجوده في الانسايتس موجوده في الفيزيتس along the course of the disease بتاع العيانين بتبقى في وان جوينت 47% من البيشنتس بي عندهم في وان انسس سوري، و 18% مور ذان 3 تندر انسس في العيانين دول. ذا موست كومن افكتد انسس مين هم اللي انا احط ايدي عليهم؟ Patellar ligament insertion at inferior pole of the patella. ده. وما يمنعش كمان اللي انا الاقي around the patella، بس هو قصده ده. تمام؟ Plantar fasciitis insertion، سواء هنا او هنا يا جماعه، يعني البلانتر فاشيا بت originate من الام سي بيز من قدام خالص وبتعمل insertion في الكالكينيوس من ورا. فسواء الانسرشن هنا او الانسرشن هنا الاثنين فيهم تندرنس، ده انسايتس. مش هبص احط ايدي هنا عند الـ عند الانسرشن بتاعها بس، اتاتشمنت. احنا مش بنتكلم على الانسرشن، اتاتشمنت سواء اوريجن او انسرشن، اي اتاتشمنت بتاع ليجمنت او تندن او كبسول مع البون ده اسمه انسس. تمام؟ فالبلانتر فاشيتس دي من حاجات القمح، وبتاع التندن اكيلس كمان قمح. وقالوا اللي هم ما عملوا ام ار اي على جسم الاطفال كلهم لقوا ان الهيبك ستنسر انسرشن از جريتر تروكانتر كمان كان من الحاجات اللي لقوها واضحه قوي في عيانين كتير من الانسايس ريليتد ارثريتس جنرال دوسيك ارثريتس بيشنتس. الليت مانيفيستيشن ده في الايرلي، انا بعمل بحس بتندرنس والعيان بيجي لي بيبين في الايرلي، وايرلي الاقي ام ار اي مانيفيستيشنز. تمام؟ لكن ليت بقى، ليت انا ممكن الاقي العيانين دول فيهم اوستيوبينيا، والاقي البون كورتكس ايريجولاريتي، والاقي ايروجن وسوفت تيشو كالسيفيكيشن ونيو بون نيو بون فورميشن في البوينت اوف انسرشن سايتس. يعني اجي اعمل اكس رايز للعيانين دول بعد كده الاقي شكل السايتس واضحه جدا، الكرونيك انسايتس او الليت كومبليكيشنز بتاعتها واضحه. نخلي بالنا الانسايتس دي انتيتي لوحدها او دومين لوحدها، زي ما نشوف كمان شويه اللي هي دومين لوحدها جوه الديزيز، ملهاش علاقه قوي بالارثرايتس ولا بالريزوليوشن بتاع الارثرايتس. يعني عيان ممكن يكون كنترولد في الارثرايتس، الجوينتس بتاعته حلوه والانسس لسه اكتف. عشان كده هنشوف اللي هم قسموها لنا الدومينز، وحتى التريتمنت بتاعها قسموها لنا كل واحده ليها تريتمنت بتاعها. الامور واضحه لحد دلوقتي يا جماعه؟ اه يا دكتور مروه ان شاء الله. تمام. طب الساكرو ايلياتس، الساكرو ايلياتس الايلار برضو قايله اللي ليها ديفينيشن عندها، وهنلاحظ اللي كله كلينيكال، مش جايبين سيره الايمجنج زي في الادر دلوقتي ما هم تندنج ليه. دايما بيقولوا لنا الام ار اي، يعني بيقولوا لنا في الكرايتيريا قايلين الافكشن بتاع الساكرو ايلياك جوينت في الام ار اي. تمام؟ فلحد دلوقتي مش قادرين يتكلموا على الايمجنج في العيانين الاقل من 16 سنه، مش عارفه ليه، مع ان كل الاستادز الجديده اللي بتعمل الايمجنج سواء الالترا ساوند او الام ار اي لقوا اللي فيه سيجنيفيكانت كوريليشن، وانا ممكن اشخص بدري العيان عن كده من غير اللي انا استنى يظهر عليه حاجه يعني. فحتى الان المعمول بيها برضو الايلار، والايلار قالنا ان انا هقول ساكرو ايلياتس امتى؟ لما يكون عندي تندرنس اون دايركت كومبريشن اوفر ذا ساكرو ايلياك جوينت، او اللي انا الاقي ديكريز ذا لامبر فلكشن، او بوست باتريك تيست اللي هو فابر تيست، انفلاماتوري باك بين اللي هو شكل الانفلاماتوري باك بين مع المورنينج ستيفنس، او الترنيتنج باتوك بين. الحاجات دي لما الاقيها في الاكزامينشن او اسمع عنها البين ده العيان بيشتكي من الالترنيتنج باتك بين، دي يا جماعه شكوى مهمه جدا في العيانين. الباتك بين عامه يعني العيان اللي بيجي يشتكي حتى في الادلت ليها سيجنيفيكانس كتيره، بس اكتر حاجه ريليتد ليها هي الساكر ايليا جوينت. تمام؟ السنترال ديسك بلج كمان بيجي لي بالباتك بين ده والكلوديكيشن فيها كمان. فيعني خلينا اورينتد ليها شويه. فدي شكل الكريتيريا اللي قايلينها، هل جابوا سيره ايمج؟ هل لازم علشان اشخص يبقى عندي كلينيكال
هم شرطين كده للاسف. طب انا لو عندي ability اللي انا اعمل imaging للعيان ده علشان اشوف عنده ساكرياتس ولا لا، والله قالوا الايمجنج جديده خصوصا في الاطفال مع البون مارو اديما مع الكروس بتاع العيانين مع الاطفال دول، مش هيقدروا يطلعوا لنا حاجه كلير كده اللي هم يحطوها واضحه وتكون كله متفق عليها، لان زي ما انتم عارفين الام ار اي دوت برضو اللي بيقراه دكتور، يعني مفيش حاجه كمبيوترايزد مثلا بتطلع لي، لا ده هو اللي بيشوف وبيقول لي هل موجود ولا مش موجود، معتمد على الجهاز ومعتمد على الراديولوجيست اللي بيقرا لي الاشعاعات اللي انا طالباها. تمام، الام ار اي دايما من الحاجات اللي محتاجه حد اكسبرت شويه خصوصا في الاطفال، زي في التمبرومانديبولار جوينت كده مش اي حد هيقول لي اللي فيها ارثرايتس الا ما يكون سبيشاليست وشايف عارف شكل التمبرومانديبولار جوينتس في مختلف الاعمار، اللي من اول ما البيبي يتولد لحد ما يوصل ل 16 سنه، ده دي جروينج ايج، يعني كل شويه شكل العظم وشكل الجوينت بيختلف، فلازم يبقى اورينتد قوي للايدج ده، غير الحاجات اللي بتبقى في الادب بتبقى خلاص الشكل معروف وكمان وواضح. فقالوا الايمجنج مرتبط قوي بالراديولوجيست وبالتكنيك اللي بيطبق بيه وبالجهاز اللي بنستخدمه وفي نفس الوقت بالايدج بتاع العيان، فعشان كده مش عارفين يثبتوا ايمجنج معين، بس انا رايي اللي هي تفيد جدا في عيانين انا مش قادره اوصل للتشخيص فيهم. يعني زي ما قلت لكم الجبنال جيباسيك ارثرايتس فيها يوفيايتس واليوفيايتس فيها انتيريور يوفيايتس، تمام، الاثنين اسمهم انتيريور يوفيايتس، خلاص. في اكيوت انتيريور يوفيايتس وفي كرونيك انتيريور يوفيايتس. الاكيوت موجوده في الانسايتس ريليتد، لكن الكرونيك موجوده في الاي ان اي بوزيتيف بالذات اوليجو ارثرايتس وبالارثرايتس سيرايتك، ولس كومن لما الاقيها مع العيانين الانسايتس ريليتد وسيستميك اوست. شكلهم مختلف ازاي في البرزنتيشن؟ الاكيوت بتيجي بريد بينفول اي يونيلاترال معظم الوقت، فليتنج يعني تخف من عين اليمين تجي لي مره جايه في العين الشمال، تخف من الشمال تجي لي في اليمين، بتخف تماما على فكره، او ممكن تقلب منهم الناس بيقلبوا الكرونيك يوفيتس، تمام، بس رير قوي لو انا عامله لها تريتمنت اللي هي تقلب لي بفيجن لوس، لان العيان او الولد او الام شايفه حاجه في الولد فودته الدكتور العيون على طول ما كسلتش. مش دايما العيب بيبقى على الروماتولوجيست، ممكن العيان البيرنت نفسه ما يجيبش الولد، ما يجيش يعمل الفولو اب اللي مطلوب منه، انا مش هروح اجيب العيان من بيته، انا بقول له وبعمل لي اديوكيشن وبعمل بيرنت اديوكيشن، بس انا مش ريسبونسبل للدرجه دي اللي انا اروح اجيبه من بيتي. فهو لو ما جاب الام ما جابتش ابنها ممكن الولد يدخل في بلاينس من اهمالها، تمام. بس بقى لما تلاقي عين ده ممكن يحصل في الكرونيك انتيريور فيس، لان هي مش شايفه اي حاجه، يعني مش شايفه اي حاجه غريبه على الولد فبتطنش، لكن لما تشوف اللي عينه حمراء وبتوجعه والولد يعيط لها منها وبتدمع وحاجات كده اكيد هتروح لدكتور الرمد، وساعتها هيديها التوبيكال كورتيكوسترويدز والامور هتتحسن وان شاء الله بتبقى التريتمنت بتاعها ناجح جدا. لكن المشكله عندنا في الايه؟ في الكرونيك انتيريور فيتس دي اللي بتبقى سايلنت تماما، تبقى مفيش ريدنس ولا حاجه، تبقى بايلاترال بريزنتد باي الفيجن افكشن على طول، لان بيبقى الانفلاماتوري باثوجينسز موجوده وشغاله وبيجي لي بالسيكلي بتاعها، بيجي لي بالباند الكيراتوبسي والكاتركت والبوستيريو ساينيكيا والجلوكوما، وكل دي اسباب للفيجن لوس، تمام. عشان كده بقول لكم ان الشكل ده بيجي في السورايتك بيشنتس والشكل ده بيجي في الانسايتس ريليتد بيشنتس. لما يجي لي الشكل ده عيان ارثرايتس، تمام، ما اقولش عليه سورايتك ارثرايتس، صعب، دايما ريليتد للانسايتس ريليتد ارثرايتس. طيب لو فاكرين انا قلت لكم على طول اللي احنا بنستخدم على طول سكور علشان اعمل الاكتيفيتي سكورنج وابقى عارفه العيان ده فلو لو ديز اكتيفيتي ولا مودريت ولا هاي ولا فرميشن. لو انا استخدمت الجوفينايل ايجيباسيك ديز ارثرايتس ديز اكتيفيتي سكور اللي هو الجي اي داس 10 اللي احنا متعودين نستخدمه في البريفرال ارثرايتس، هل هيفيدني هنا؟ لا، لان هو مش جايب ابدا ابدا سيره اي حاجه خالص عن انسس مثلا،
تمام؟ فلا ولا اللي مش هينفع ان انا استخدم ده خالص علشان اعمل ايفالويشن للعيان. فبداوا يعرفوا يعملوا حاجه اسمها جوفينايل سبنجيرو ارثروباسي ديزيز اكتيفيتي اندكس. ده اكسكلوسيفلي للناس اللي عندهم انسايتس ريليتد ارثرايتس. كل حاجه دوكيومنتد فيه الانسايتس والساكرو ايليتس والانفلاماتوري باك بين والايرلي مورنينج ستيفنس واللمبر فلكش. حتى هنا لما تلاقوا هنا كمان جايب سيره اليوفيتس كمان. يعني هنا لما تشوفوا الاكتيف جوينت كاونت اكتيف انسايتس كاونت البين العيان اللي هو الـ زي الفيجوال انالوج سكيل او البيرنت او البيشنت ايفالويشن او اسسمنت تمام. اي اس ار والسي ار بي المورنينج ستيفنس كلينيكال ساكرو ايليتس برضه مصرين اللي هي كلينيكال على فكره مش جايبين خالص سيره الايه الايمجينج في الموضوع يوفيتس والباك موبيليتي. فثمانية ايتمز مغطيين للعيان فعلا اللي هو بتاع الايديوباسيك الانسايتس ريليتد ارثرايتس. فاما اجي استخدم سكور للعيان ده علشان اشوف انا في انهي النقطه هل العيان ده اكتف ولا مش اكتف انا بستخدم السكور ده مش الجي اي داس. تمام. الاي سي ار قالت لنا شويه تيرمز كده علشان هم برضو ما بقوش مقتنعين بالمسميات اللي معموله بيها حتى الان الايلوريا يعني. فبداوا يجمعوا شويه الكلام ويعرفونا يعني ايه يعني مش لازم يبقى مسمى معين بس قالوا مثلا في حاجه اسمها بولي ارثرايتس بوبيوليشن. مين دول البولي ارثرايتس بوبيوليشن اللي في جنرالايزد بس ارثرايتس دول؟ دول تشيلدرن ويز جنرالايزد بس ارثرايتس اند نون سيستميك بولي ارثرايتس اكتر من خمسه جوينتس او يساوي خمسه جوينتس. مي انكلود مين اللي موجودين في الايلار؟ مين دول؟ البولي ارتيكولر اللي هم الروماتويد فاكتور بوزيتيف ونيجاتيف والاكستنتد اوليجو ارتيكولر والانسايس ريليتد ارثرايتس والسرايتك ارثرايتس والانديفرنشيتد. على اساس ان الثلاثه الاخر دول كده كده ممكن يقولي بوليجو او ببولي فهم داخلين تحت مسمى البولي ومعاهم الاكستندد اوليجو ومعاهم البولي ارثرايتس اللي هي روماتيك نيجاتيف او بوزيتيف. ليهم ريسك فاكتورز وليهم المودريت اكتيفيتي سكور بتاعهم واللو ديزيز اكتيفيتي سكور بتاعهم اللي احنا قلناه قبل كده. طب اتكلموا كمان على الساكرو الييتس بوبيوليشن. مين هم؟ بيشنت ويز اكتيف الييتس هو موست لايكلي بي كلاسيفايد وذين ذا ايلار كاتيجوريز اوف انسايتس ريليتد ارثرايتس والسورياتيك ارثرايتس والاندفرنشيتد. But may include patients with any of the ILR GIA. يعني السكرويتس ممكن برضو يتأثر في بقية الجروبس بس ده رير قوي الصراحة. لكن الأساسيين اللي بيجي لهم سكرويتس هم مين؟ Incisive related ده أساسي ومعاهم ناس من السورياتيك ارثرايتس أو undifferentiated يعني هو مش داخل تحت أي كاتيجوري. وعرفونا كمان مين هو الأكتف سكرويتس. براير اور كارنت ماجنتيك ريزونانت ايمجينج اول مره يجيبوا سيره ايمجينج كونسيستنس ويز سكرويتس الونج ويز كلينيكال اكزامينشن فايندينج كونسيستنس ويز سكرويتس يعني بين ويز دايركت بالبيشن اوف ذا سكرويتيك جوينت او بيشنت ريبورتد سيمتومز اوف انفلاماتوري باك بين. دي بقى لاول مره سنه 2019 يبداوا يعرفونا السكرويتس في العيانين الجوفينايل بايمجينج بس يكون كوريليتد لايه؟ لكلينيكال ساكرويتس يعني كلينيكال اكزامينشن. انا لاقي فايندنج واروح اعمل ام ار اي الاقي ايه؟ في ايفيدنس اوف ساكرويتس. تمام؟ طيب مين هم الانسايتس بوبيوليشن؟ بيشنت ويز انسايتس يعني ايه انسايتس؟ انفلاميشن اتندون تو بون انسيرشن او اللي احنا قلنا عليهم كل الانسيرشنز هو ويل موست لايكلي بي فورم فروم ذا ايلار كاتيجوريز اوف انسايتس ريليتد ارثرايتس وسورياتيك ارثرايتس والاندفرنشيتد بس ممكن موجود في اي كاتيجوري ثانيه بس الاساسيين هم دول. مين الاكتف انسايتس؟ تندرنس اند اور سويلينج اوف ذا انسيسز ديترمايند تو ريكواير ميديكال تريتمنت بير ذا تريتمنت بروفايدر.
يعني السايتس تتطلب علاج، يعني بينفول انسايتس العيان بيشتكي، وانت كمان كفيزيشن شايف ان في انسايتس واضحه بالكلينيكال اكزامينيشن ويتطلب علاج. الترمز دي قالوا ان هي مهمه جدا جدا علشان اقول تريتمنت. طب المانجمنت بتاع سيرياتيك ارثايتس والانسايتس ريليتد ارثايتس دول بيتعالجوا ازاي؟ قالوا اكوردنج تو ذا ارتيكولر والاكسترا ارتيكولر افكشن. يعني ايه؟ يعني لو كان عندي اوليجو ارتيكولر هعالجها بالريجيمين بتاع الاوليجو ارتيكولر، لو كان علي بولي عندي بولي ارتيكولر المين بريدوميننت يعني عنده البولي ارتيكولر هعالجه بالبولي ارتيكولر، لو كان عنده اكتر حاجه الانسايتس هعالجه كانسايتس، اكتر حاجه ساكرياتس هعالجه ساكرياتس، عنده اكسترا ارتيكولر مانيفستيشنز زي يوفيتس مثلا هشوف ايه اللي ينفع مع الشكل او الباترن بتاع الافكشن بتاعه، يعني تيلرد على حسب العيان بتاعك. ممكن يجي لك بريفرال جوينت ومعاه اكزل جوينت ومعاه يوفيتس مثلا، فساعتها انت تختاري ايه؟ يجي لي بس بالساكرو الياك جوينتس هما الافكتد، ساعتها تختاروا ايه؟ يجي لي بالانسايتس بس هي دلوقتي الولد في ريميشن تمام مفيش مشاكل وعنده بس الانسايتس هي المشكله، هعالج العيان ازاي؟ فهم ادونا الدومينز دي اعالجها ازاي، وانا على حسب العيان ومجموعه البرزنتيشنز بتاعته والمانيفستيشن اللي هو جاي لي بيها واللي انا عارفه اطلع ساينس فيها، انا هختار منهم واحط له تريتمنت. فقالوا نفس الكلام، هناخد من لو كان بولي ارتيكولر هناخد من الريكومنديشن بتاعت البولي ارتيكولر، ولو كان اوريجو ارتيكولر هناخد من الريكومنديشن بتاعت الاوريجو ارتيكولر، لو كان بقى ساكرو ايايتس تمام دي للساكرو ايايتس بس in children and adolescents، ثانية واحدة، with active ساكرو ايايتس. واحنا عرفنا الديفينيشن بتاع الساكرو ايايتس ايه، يا اما انا بالكمبريشن ومعايا ام ار اي، يا اما انا كلينيكالي عارفه ديتكتد ساكرو ايايتس تمام. تريتمنت ويز نون استرويدال از سترونجلي ريكومندد اوفر نو تريتمنت ويز ان نون استرويدال انتي انفلاماتوري دراج. يبقى اول حاجه في اللاين هي النون استرويدال. In children and adolescents with active ساكرو ايايتس despite treatment of نون استرويدال، يعني ولد جاي لي وعنده نفس المانيفستيشن وانا بديله نون استرويدال، ادينج اوف ان سي ان اف از سترونجلي ريكومندد اوفر كونتينوينج عن النون استرويدال كمونو ثيرابي. يوزنج سالفازالازين فور بيشنت هو هاف كونترا انديكيشن تو تي ان اف اور هاف فيلد مور ذان 1 تي ان اف از كونديشنلي ريكومندد، يعني على حسب العيان كونديشنال، يعني على حسب الحاله انا اللي بقيمها، بس في العموم اللي انا لما بدي انتي ان اف بجيب افكت في العيانين دول، والله فيلد في انتي ان اف معين بجرب التاني وبجرب التالت بجرب الرابع لحد ما العيان يستجيب معايا، وهو غالبا بيستجيب. لكن لو انا عندي سايد افكت جامده ما اقدرش ادي انتي ان اف خالص او فيلد معايا فبلجا للسلازوبارين. لكن سترونجلي ريكومند اجينست يوزنج ميستروكسيت كمونو ثيرابي، ما تستخدمش ميستروكسيت. بمعنى انا عندي واحد عنده ساكرو ايايتس وعنده بريفرال جوينتس معاه كمان، تفضلوا تستخدموا ايه؟ ميستروكسيت ولا سلفازالازين ولا تي ان اف؟ تي ان اف. برافو عليك، هو ده التيلرد اللي بتكلم عليه. ماشي، نفرض واحد متشخص انسايتس ريليتد وعنده بريفرال جوينتس وعنده يوفيتس وعنده انسيسايتس، هتعالجوه بايه؟ بريفرال جوينتس اقل من 4 جوينتس يبقى كده اوليجو، اوليجو ومعايا يوفيتس. ميتوتراكسيد. نعم، ميثوتراكسيد، ميثروكسيت، بس بعد ما فيل ايه؟ انا قلت عنده العيان عنده ايه؟ عنده اوليجو ارثرايتس وعنده انسيسايتس وعنده يوفيتس. طب ناجل السؤال ده لحد ما نشوف الانسيسايتس هتتعالج ازاي.
طيب نخلينا في السكريليتس. طيب ده بالنسبه للنون ستريدل وللديمورد، سواء كان الديمورد العادي تراديشنال او البيولوجي. طب الكورتيكوسترويدز هل ممكن استخدمها في الناس سكريليتس تجيب معايا نتيجه؟ ان children and adolescents with active sacroiliitis despite treatment with non-steroidal bridging therapy with a limited course of oral corticosteroid اقل من 3 months during initiation or escalation of the therapy is conditionally recommended. conditionally recommended وكاتبين هنا ايه يا جماعه؟ very low. الصراحه السكريليتس مش بتستجيب قوي للستيرويد الصراحه، يعني مش زي بولي ارتكولر، مش زي بريفرال جوينتس، عشان كده هم كاتبين هنا very low. فبس برضو conditional اللي انا ممكن استخدمها وانا بعمل بريدج ثيرابي، هستخدمها كبريدج ثيرابي في الانيشيشن او الاسكليشن. conditional لازم تعرفوا اللي هو conditional يا جماعه. bridging therapy may be the most utility in setting of، استخدمها امتى؟ in high disease activity او limited mobility او significant symptoms. High disease activity على حسب السكورز اللي احنا قلنا عليها، الجي اي داس لو كانت بريفرال، والانسايتس ريليتد او السبونديولا استروبسي ديزيز اكتيفيتي سكيل او سكور اللي احنا قلنا عليها. لو كان في الهاي ديزيز اكتيفيتي انا ممكن اديله استرويد. انتر ارتيكولار كورتيكوسترويد انجكشن اوف ساكر ايلياك جوينت از ادجانكت ثيرابي از كونديشنالي ريكومند، برضه كونديشنالي وجنبها ايه؟ فيري لو. تمام؟ فالكورتيكوسترويدز سيم كده اللي هي سيم اللي هي ملهاش دور معايا قوي في السكريليتس. طب مهم قوي 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 قوي، انا قلت لكم في الاول خالص ان انا مهمه جدا الريهابليتيشن للولد ده، بس بالذات في الانسايتس ريليتد ارثرايتس الفيزيكال ثيرابي مهم جدا، مهم جدا، علشان ده من الحاجات الاكثر كاتيجوريز معاها الكواليتي اوف لايف بتقل والليميتيشن اوف موشن، هم الاوليجو ارتيكولار بيشنتس والانسايتس ريليتد بيشنتس اكتر ناس لقوا الفانكشن بتاعتهم بتقل جدا، عشان كده هم من ريكومنديشن حاطينها. In children and adolescents with sacroiliitis who have or are at risk of functional limitation using physical therapy is conditionally recommended. مهم قوي ان انا احط الموضوع ده في حسبان يا جماعه. وحتى انتم من علاقتكم مع الناس الادلت لما بيعمل ريهابيليتيشن وبيعمل بياخد شاور الصبح وبيعمل المساج وبيعمل الاكسرسايز اللي بتقلل الاستفنس عنده دول بيتحسنوا فعلا، لانها ليها دور برضو يا جماعه انتي انفلاماتوري، يعني الاكسرسايز دي والموداليتيز ليها دور انتي انفلاماتوري. تمام؟ فبالنسبه للريكومنديشن بتاعه السكريليتس الحاجه الاساسيه نون استرويدال، ما استجابش بدي انتي ان اف وبغير فيهم، ما استجابش اعمله اي ريزيستنس بدي السلفا سلازين، استخدم الكورتيكوسترويد كونديشنالي والفيزيكال ثيرابي ما انساهوش. طب بالنسبه للانسيسايتس children and adolescents with active انسيسايتس ونون استرويدال انتي انفلاماتوري از سترونجلي ريكومندد. ماشي؟ طيب in children and adolescents with active encephalitis with treatment of non-steroidal بستخدم ايه؟ anti TNF over الميستروكسيت والسلفازلازين. ونفس الكلام bridging therapy بسيبه للناس اللي عندهم high disease affection او limited mobility او significant symptoms. ونفس الكلام physical therapy مهمه جدا في العيانين دول. بقى من السلايد دي الاختصار اللي انا الفيرست لاين هو non-steroidal، ولو كان عندي resistant او refractory او لسه عندي complication او لسه عندي disease activity انا هرجع على هطلع على طول على البيولوجيك، هطلع على طول على anti TNF بالذات. تمام؟ دي ال non-steroidal بالدوز بتاعتها ومين ال FDA approved ومين اللي لا في الاطفال، ودي بايولوجيكال تريتمنتس اللي بتستخدم في سورايسز، وللاسف ما فيش دراسات كتير على البيولوجيكال في السورايتيك ارثرايتس في الجوفينايل ايديوباسيك بيشنتس، في الجوفينايل بيشنتس يعني الاكثر بتبقى كلها على الادلت. بس من الحاجات اللي انا حاطه عليها بوكسز دي من الحاجات اللي ليها اف دي ابروفد اللي احنا نستخدمها في العيانين السورايسز وسورايتيك ارثرايتس. فسيف اللي انا استخدمها اللي هي امين اللي هم الانفلكسيماب والاداليموماب والايتانا ريسبت و
الاكستكيزوماب واستكيزوماب تمام. دول من الحاجات اللي هو الانتر الانتي انترليوكن 17 والانتي انترليوكن 12 و23 من الحاجات اللي ممكن نستخدمها وليها بيدياتريك دوز وسيف او اف دي ابروفد اللي انا استخدمها في العينين دول. فممكن في ريزيستنت بيشنتس سواء كانوا في اسرايتيك ليجنز او في الاكزيال مانيفيستيشنز او في الساكرويايتس او في اليوفيايتس ممكن الجا للبيولوجيكالز دول في الاخر بعيدا عن تي ان اف بال يعني الحاجات الجديده اللي هي الانترليوكنز والانهيبيتوري بتاعتها لها دي. بس هفكركم اللي احنا كنا بنعالج ازاي الاسوشيتد يوفيتس امتى بديها. كان الاول خالص كان توبيكال استرايد ولو كان هو ديبندنت على 2 1 دروبس في اليوم يبقى ده ريزيستنت خلصت توبيكال استرايد وهستخدم سيستميك ثيرابي. والسيستميك ثيرابي ساعتها كانوا الميستروكسيد بيستخدموه ولو كان ريفراكتري بستخدم الانتي ان اف. وكانوا مين الاهم ناس بستخدمهم في الانتي ان اف؟ هيوميرا والريميكيد اللي هو المونوكلونال انتي بودز تمام. كانوا اهم حاجه دي مهمه قوي اعرفها يا جماعه عشان كمان احنا هندخل على كيس برزنتيشنز هنجمع شويه حاجات كده انا اختار انتي ان اف اني واحد فيهم تمام. والسرايسز بقى اللي هو سكين سرايسز نفسه في عيان اقل من 18 سنه ليه برضو الجايد لاينز بتاعته اللي انا استخدم الاول الالترا فايلت ولو كان لسه في اكتيفيتي بستخدم سيستميك ثيرابي على حسب برضو دي كولكشن للحالات هل استرايتيك باتشز بس هي اللي عندي ولا عنده كمان ارثرايتس ولا عنده يوفايتس ولا ولا ولا. بس من الحاجات النون بيولوجيك اللي هي بيستخدم السايكلوسبورين والميستروكسيت والانتي تي ان اف سواء ادينو ماب او الاتانرسيت او الانتي انترليوكن 12 23 وكلهم برضو ابروفد في العيانين الجوفينايل تمام. فانا حاطين الدومينز وعلى حسب الكلينيكال برزنتيشن بتاعتي انا هقول العيان هياخد انهي تريت. انا كده خلصت. انا بس هطبق بحالتين علشان نناقش مع بعض شويه في التيلرد بروجرام ده. الاول كده في اي حاجه محتاجه شرح او توضيح في الموضوع بتاع النهارده؟ ايه يا شباب؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. طيب مفيش اي حد محتاج اي توضيح اي تعليق؟ احنا نفتقد طبعا دكتور احمد النهارده كان زمانه وفادنا كتير جدا في المحاضره بتاعت النهارده بس ربنا يكون في عونه ويسهله طريقه. مفيش اي حد محتاج يقول اي كومنت اي حاله شافها بالبرزنتيشن بتاع سيراتيك ارثرايتس او انسايتس ريليتد؟ تمام هنطبق بالكيس نمبر 1. نركز مع بعض يا جماعة علشان هنقف ونحلل كل الكلام. At the age of 2 years and 6 months, a male with no significant past medical or family history presented at our emergency department with progressive painful swelling of the left knee, along with morning stiffness and the limited range of motion. يبقى ولد أقل من 6 سنين ولد. شوف أنا بقف إزاي بحلل كل كلمة. الـ H الـ 6 إيه الـ joint اللي جاي لي بيه؟ ولد أقل من 6 سنين جاي لي بليفت نين معاها مورنينج ستفتس سويلينج وستفتس وليمتد رينج اوف موشن يبقى شكلها أرثرايتس. Physical examination revealed arthritis of the left knee and the laboratory findings showed a mild increase in CRP level and ESR. لحد هنا احنا ممكن نشخصه ايه؟ قولي قولي ايه؟ هو الاوليجو من كام لكام يا جماعه؟ كام جوينت؟ من 2 لـ 4. طب هو جاي لي بكام جوينت؟ ده مونو مونو ارثرايتس ماشي؟ طيب
An ultrasound confirmed intra-articular effusion, يعني ثبتت الإفيوجن دوت arthritis. Symptomatic therapy with non-steroidal was prescribed and the child was referred to our rheumatology unit for further investigation. على فكرة دي حالة مش حالة من عندنا الاسم، دي حالة reported على النت يعني. Our first evaluation confirmed both previous clinical and laboratory finding. The ANA was positive. HLA-B27 negative. Slit lamp examination, no signs of uveitis. 1 month later, while still receiving non-steroidal, three additional joints were active. Right knee, right ankle, and fourth, right proximal interpharyngeal joint. أنا فين يا جماعة دلوقتي؟ Oligo. Oligo. كم joint affected؟ Four. While ophthalmologic examination with the slit lamp revealed anterior chamber inflammation of the right eye. Due to the progressive and additive course of the joint disease, together with the eye involvement, قرروا يديله الميستريكسيت. أنتم موافقين؟ ما عندناش مشكلة، بس عندنا بيرفورال، يعني مش بيرفورال إضافة إكسترا تيكلر، ما فيش عندنا إكزيل، فميثوتروكسيت أوكي. طيب هو من الـ recommendations، يعني هي كده ماشية مع recommendation؟ لو فاكرين هي ماشية مع recommendation، اللي هو العيان ماشي على non-steroidal anti-inflammatory drug. ومعنى اللي هو developed new joints يبقى لسه في activity of the disease. ولو حسبنا له الـ GA DAS هنلاقيه عالي، هنلاقيه moderate مثلا. لو معنا كل الكريتيريا كنا زماننا حسبناها، بس الـ activity شكلها عالية. كمان developed uveitis، فهم هنا زودوا الميستريكسيت علشان الـ joint ولا علشان الـ eye affection؟ ما الاثنين يا دكتور. ماشي. طب لو كان جاي لي باي افكشن بس وهو كنترولد، المفروض كان يكتبوا له ايه؟ كورتيكوستيرويد. كورتيكوستيرويد ايه بالظبط؟ دروبس لوك. دروبس صح؟ هم سكيبد هنا البوينت دي، لان انتوا لو واخدين بالكم في ريكومنديشن اللي هم كده كده عايزين يشيلوا التوبيكال اي دروبس دي، وما بيستخدموها فقط لحد ما الولد يدخل في ريميشن وانا اظبط الديزيز بتاعي، وبعد كده عايزين يعمل لها تابرينج. فانا خلاص انا داخله بالميستريكسيت اللي هو السكند لاين عندهم اللي هو الاقوى، فخلاص ماليش لازمه اللي انا ادخل توبيكال استرويد، الا لو كان بقى فيه عندي بينفول اي او وات ايفر بقى من الحاجات اللي ممكن استخدمها علشان بس ريليف البين وكده، مع ان الانتيريور كرونيك يوفيتس قلنا اللي هي مش بينفول. تمام؟ بس حتى الان انا كل اللي ظاهر لي اللي هم اوليجو بس، مفيش اي حاجه خالص تدليل ان انا لا انسايتس ريليتد ولا سورايسس ولا اي حاجه خالص. فهو اوليجو وديفلوبت في خلال شهر وانا بدي نون ستريدل ثلاثه جوينتس اديشنال، وكمان اليوفيتس اللي كانت نيجاتيف من شهر بدات تبقى بوزيتيف، فخلاص انا دلوقتي في اجريسيف او في هايلي اكتيف ديزيز، فتمام ان انا ابدا الميستريكسيت اللي هو الديمارد اللي مطلوب سواء كان في اليوفيتس او في الارثرايتس، معايا طبعا النون ستريدل زي ما هو. اول ما الولد خد التريتمنت رابيد البنفيت واز رابيدلي اوبتيند وذ ا كومبليت ريزوليوشن اوف ارتيكولار مانيفيستيشن واليوفيتس واسوشيتد وذ نورماليزنج اوف ذا انفلاماتوري ماركرز اللي هي السي ار بي والاي اس ار. تمام؟ After 2 years يبقى انا لحد البيكتشر اللي فاتت يا جماعه انا اوليجو ارتيكلر صح؟ بعد سنتين من متابعه العيان of clinical remission on this therapy striiform lesion appear on A1 knees. شوفوا بعد قد ايه؟ سنتين من متابعه العيان
عشان كده بقول اللي انا في البرزنتيشن مش كل عيني هيجيب لي بسرياتيك ليجنز، عشان كده الولد ده كان لازم اقف واسال. المفروض اما يجي لي اولجو ارتيكلر اقف واسال، او بولي ارتيكلر اقف واسال هل عنده نيل بيتس، المفروض يكتبها لي في الاكسكلوجن. ده بقى اللي انا ما كنتش اقدر اقوله لكم في الاول خالص لما كنا بناخد الهيستوري. انتوا لازم تكتبوا اكسكلوجن كريتيريا وانتوا بتاخدوا لي كيس زي دي في الامتحان، اللي انتوا بعد ما قلتوا كل البوزيتيف داتا بتحطوا نيجاتيف داتا بعديها على طول، هي الاكسكلوجن كريتيريا يعني. فلازم كان يبص على النيل، لازم يقول لي الانسز ما فيهاش حاجه، لازم يقول لي فاميلي هيستوري ايه اخباره، لازم يقول لي ما كانش فيه ديتيلز بالاكزامينشن، لازم يقول لي النيجاتيفز كلها. بس في الكيس ريبورتس اللي بتطلع على النت دي مش بنرغي كتير، لكن لما تعملي لي كيس برزنتيشن في امتحان لا، انت لازم تسالي لما تيجي تكشفي على العيان لازم تعرفي. يعني نفرض اللي كان عنده سيرياتيك ليجن في الهيدن ايريز، عارفين ايه هي الهيدن ايريز بتاعت السيرياتيك ليجنز؟ الامبليكس وجلوتيال فولد بيهايند الاير والسكالب تمام. فانا لو ما كنتش انا اورينتد ان السوري فورم او سوري السيرياتيك ارثرايتس دول ممكن يجولي بعد ما انا اشخصهم اوليجو يظهر لي الباتشز دي، يبقى انا لازم وانا ببص على النيل بيتس وابص على هل فعلا دي ارثرايتس ولا داكتلايتس، لازم ابص على الهيدن ايريز بتاعت السرايسس. تمام. فدي ده تيست اهو او حاجه بتخليه خلوا بالكم وانا بكشف. انا ما اقولش اوليجو او بولي غير ما اعمل اكسبشن لكل حاجه، لان الاوليجو والبولي بيقولي مع سيستميك افكشن، وبيقولي مع سيرياتيك ارثرايتس، وبيقولي مع الانسايتس ريليتد، وبيقولي مع الان ديفرنشيتد. احنا قلنا التقسيمه اصلا مش لوجيك، اللي انا اقسمها على حسب العدد دي، ما هو ده اللي بيتكلموا فيه جديد. انت ليه قلت لي اوليجو وبولي دي؟ وده ده ايه الفيتشر بتاعنا يعني في الموضوع ده؟ طب الاوليجو والبولي موجودين في كل الكاتيجوريز. فانا اوليجو بولي مش مجرد اوليجو بولي اقوم يلا بسرعه هعمل انفستيجيشن، لازم اعمل اكسكلوجن لبقيه الكريتير. تمام. طيب بعديها لقوا اللي فيه ليجن موجود على الالبو والني، and the diagnosis of psoriasis was made a few months later while still receiving methotrexate. A new episode of arthritis involving both knees and right ankle. طيب نقف بس عند الستيب اللي فاتت دي. الولد كان اوليجو وماشي على الميستروكسيد وكان عنده يوفيتس وديفلوب سكين راش بتاع السورايسس، انا كده التريتمنت بتاعي غير في حاجه؟ فاكرين الكرايتيريا ال هستمر زي ما انا السورايتيك ليجنز كان اول حاجه بنستخدم الترا فايلوت تريس، صح؟ الستيب اللي بعدها لو فيلد بدي يا بيولوجيك نون بيولوجيك. النون بيولوجيك اول حاجه او حد حاجه منهم كانت ايه؟ الميستروكسيد. انا لحد دلوقتي الريجيم بتاعي كويس ومفيش مشاكل، هيكفر العيان. بس وهو بياخد الميثوتريكسيت تمام؟ جاله نيو ابيزود اوف ارثرايتس انفولفينج بوث نيز اند رايت انكل وهو بياخده. اللابوراتري انفستيجيشن شوود اي اس ار وسي ار بي عليو، والسليت لامب اكزامينشن لقوا فيه نيو فلير في اليوفيتس. يبقى انا كده في ايه يا جماعه؟ يسمى ايه هنا؟ فيلير للتريتمنت كده. برافو عليكي. انهي فيلير بقى؟ ليه مسميين؟ دي سكندري فيلير. سكندري فيلير، برافو عليكي. الفيرست فيلير اللي هو ما يدينيش ريميشن في اول من ثلاث شهور لست شهور من التريتمنت. فيلير من الاول خالص. لكن الولد ده بقى له سنتين واخد التريتمنت وكان في ريميشن. يبقى هو فعلا جاب الفيرست ريميشن، جاب الفيرست افكت بتاعه. لكن بعد السنتين بدا يفيلد، يبقى دي اسمها سكندري فيلير. تمام. طيب considering the poor clinical control achieving with the current medication we decide to add biologic modifier to methotrexate therapy. اختاروا مين يا جماعه؟ استنى ريسبت، ايه رايكم؟ ما يمشيش مع اليوفيتس. برافو عليك، برافو عليك. يمشي مع السكن، يمشي مع البريفرال ارثرايتس، ما يمشيش مع اليوفيتس. بالرغم من كده اللي بيقولوا فيه كان كلينيكال ريميشن حصل،
and the absence of joint swelling with uveitis flares and uveitis flares. الاثنين حصل لهم remission. In consideration of the resistant clinical benefit reached through the combined therapy, we decide to stop methotrexate. بعد ما عملوا بعد سنه من الريميشن او اللي سموه ريميشن ده اللي ما فيش عنده ولا ارثرايتس ولا فيايتس سموه ده ريميشن وانا بقالي سنه فانا هبدا اسحب الميستريكسيت. طيب احنا ده تبع الريكومنديشن ولا لا يا جماعه؟ قلنا عند ريميشن قد ايه ممكن اسحب؟ سنتين كان الريكومنديشن سنتين تقريبا. وكان يبقى ايه؟ No disease activity. مش لو ريميشن كومبليت ريميشن. تمام؟ فبدأوا يسحبوا بعد سنه الميستروكسيت. خصوصا اللي لقوا الليفر انزيمز بدأت تزيد. 6 months later, slit lamp examination revealed again new signs of anterior chamber uveitis. المفروض نكون متوقعين. لأنه يعني against قلنا. This time affecting both eyes كمان. After one month, a severe arthritis flare occurred عشان وقفوا الميستريكسيت with an aggressive polyarticular course. بقى كمان extended. يعني extended كمان بدل ما كان اوليجو لا extended كمان بقى بولي. In consideration of lack of control obtained through the enapril administration and according to the current literature which showed an, the efficacy and safety of adalimumab in the treatment of uveitis of juvenile arthritis who failed the previous service, we then decided to switch from etanercept to adalimumab, lower humer, which was administered as a monotherapy after 3 months. Follow up the patient experienced complete remission of arthritis and uveitis, which has lasted for 2 years up to the latest visit. No adverse reaction occurred during the treatment. فهم في الاخر وصلوا للريجيم المفروض كانوا يوصلوا له من الستيبل قبل دي اللي هم يديله الادليمومان ده اللي بقول لكم تيلرد ده اللي انا لازم احط كل الدومين جنب بعض واختار صح يوم ما هدي العيان بيولوجيك اختار له البيولوجيك الصح according to the domain اللي موجود عندي في العيان. تمام؟ في اي حاجه في الكيس دي مش مفهومه؟ تمام يا دكتور. تمام case number 2 11 year old boy 11 year اكتر من 6 سنين old boy male presented with history of pain and swelling of the left knee and left ankle for the last 1 month pain in the joints were continuous with no diurnal variation patient had history of fever 2 days before the starting of foot pain. There was no history of trauma, gastroenteritis, urinary infection, nor eye complaints prior to knee and foot swelling and pain. Patient was ambulatory with an antalgic gait. Active range of motion was full on hip, knee, and ankle, but terminally painful. نقف لحد هنا كده ونقول العيان ده عنده ايه دلوقتي؟ العيان عنده ارثرايتس النيو والانكل نيو وانكل وايه؟ وهيب ايوه لان القايلين اللي الاكتف رينج اوف موشن اخره بينفول ففي بينفول رينج اوف موشن تمام دي واحده من الحاجات اللي المفروض احطها علشان اقول في ايه ارثرايتس ولا لا ولا ارثرايتس تمام there was diffuse tenderness in midfoot there was diffuse tenderness in midfoot. ايه رايكم في الكلمه دي في الجمله دي؟ انسيسايتس انسيسايتس يعني ايه انسيسايتس؟ قصدك البين عشان انسيسايتس؟ اه ده
طب ليه ما تكونش تارزايتس؟ الترز تمام. الجملة دي أو الساين دي تحط في دماغكوا أنهي كاتيجوري من الكاتيجوريز؟ ملهاش علاقة خالص؟ مش قلنا حاجة معينة كده تديني ايه جود سسبيشس اللي انا في ايه؟ في انهي كاتيجوري؟ مش فاكرين لما قلنا الترسايتس الميت فود بين ده هاي سسبيشس اللي هو يبقى انسسايتس ريليتد؟ فاكرين الجملة دي ولا لا في البرزنتيشن اللي احنا قلناها؟ طيب نكمل يبقى تاني لحد البوينت دي عندي ميل اكتر من 6 سنين ميل تمام عنده اوليجو ولا بولي يا جماعه اوليجو اوليجو وعنده ميد فود بيرسايتس او تندرنس خلاص لحد هنا انا مش اوليجو لوحده كم كريتيريا من الكريتيريا اللي كل اللي انا في السايتس ريليتد لحد دلوقتي؟ الاثنين ارثرايتس وانسيسايتس هم بيشخصوا الانسيسايتس ريليتد انسيسايتس يا جماعه اللي انتوا بتقولوا عليها فين انسيسايتس؟ ليه الميت فوت يعني بتوع انسيسايتس ممكن تكون ارثرايتس؟ هل ده شكل واضح جدا لمكان انسيشن اوف انسيسز؟ الميت فود ده مش الميت فود ده الانسس بتاعت البلانتر فاشيتس موجوده على الهيدز بتاعت الميتاتارس فالينجال جوينتس وعلى الكالكينيا سبير لكن ده ميت فود يعني قصدهم الترسل بون هل الترسل بون دي لما اعمل تندرنس عليها كده دي اقول عليها انسيسايتس؟ لا غالبا ارثرايتس صح؟ صح طيب انا دلوقتي ايه من الكرايتيريا لو فاكرين الكرايتيريا اللي احنا قلناها ايه من الكرايتيريا اقول اللي انا في انسايتس ريليتد احنا قلنا يا اما يبقى انسايتس زائد ارثرايتس يا اما ارثرايتس او انسايتس ومعاها حاجتين من كذا حاجه ارثرايتس موجوده ولا مش موجوده موجود طب هاتولي اتنين تانيين كمان موجودين ميل والسن بتاعه اقل من السن بتاعه من 11 سنه تمام كده احنا وصلنا لاثنين ما وصلناش واحده بس برضه يبقى معانا ميل معانا ارثرايتس ومعانا اللي هو ميل اقل من اكتر من 6 سنين دي من الكرايتيريا اللي انا بقول لكم عليها الترسايتس دي بيقولوا هاي سسبيشس مش في الكرايتيريا انا لسه لحد دلوقتي ما اقدرش اقول حسب الكرايتيريا باول اند بلادر هابتس وير نورمال بيشنت هاد ا هيستوري اوف ليفت بين ليفت هيب بين 10 مانث باك اند واز تريتد ان مالتيبل سنترز بيفور ات سسبكتد في حاجه مهمه جدا انتوا نسينا نهايلايت عليها دلوقتي قبل ما يقول لي ال 10 مانث دول الولد ده بيشتكي بقاله قد ايه؟ من شهر واحد لسه ما دخلش الكرايتيريا اصلا يبقى من شهر واحد لحد الشهر ده ما كنتش اقدر احكم عليه خالص ما كان لسه عامل اكس انا اساسا ما كنتش اقدر انا مش كرونيك انا في اكيوت اشوف بقى ايه الاكيوت اللي يجي لي بالحاجات دي لكن الكلمه اللي قالها لي اللي هو انا كان عندي من 10 شهور بين التريتمنت دي تدخلني اللي انا اكتر من الست اسابيع صح؟ يبقى انا في الكرونيك الريبورتس معاه قالوا ايه؟ قالوا عنده حاجه اسمها ترانزيانت بون مارو اديما سندروم ومانجد ويز اباف ني تراكشن وانالجيسكس ويز فيتامين دي اند كالسيوم سبلمنت during the time the child was having a painful limb في نفس الوقت كان الولد لسه بيشتكي من البينفول ليمب بعد ما عملوا كل المودالتيز دي
there was no advice of any drugs to be taken for long duration nor any particular follow up advice. مجرد ادوله حاجات تقريبا راح لحد اورثوبيديك اداله فيتامين كالسيوم دي وانرجيسك وعمل له التراكشن ده علشان شخصه ترانزيانت بون مارو ايديما. After thorough examination we ordered for complete new investigation. الهيموجلوبين طلع 11.5 التوتال تكسيتك كاونت كانت 10 البليتلت كانت 367 يوريك اسيد كان نورمال الليفر فانكشن والرينال فانكشن كان نورمال والبي تي والبي تي تي والاي ان ار نورمال والاي اس او تيتر كان نيجاتيف الاي اس ار عالي السي ار بي بوزيتيف ومضايق فاكتور نيجاتيف ومين اتش ال اي بي 27 بوزيتيف. رايكم ايه بقى؟ كده خد كمان واحده مع الكرايتيريا ارثرايتس والسن اقل من 6 سنين وهالة بوزيتيف. ايوه في ميل اقل ميل اكتر من 6 سنين خلي بالك ميل اكتر اكتر من 6 سنين ماشي يبقى انا كده جمعت الكرايتيريا ولا لا؟ جمعتها ماشي. اكس راي بلفس with both had a B view showing normal bony architecture no evidence of sacroiliitis. MRI hip joint لقوا في ايه؟ moderate left hip joint effusion وفوكال مارو إديما in a scene near the fovea of the head of the left femur head. خلاص؟ يبقى هو الولد علشان اشتكى من الهب لجأوا اللي هم يعملوا اكس راي وام ار اي. الاكس راي لقوا ما فيش حاجه لكن الكومبلين بتاع الولد والتريتمنت اللي خده مع البينفل والانتالجيك جيت اللي هو بيعملها قالوا ممكن والرينج اوف موشن اللي هو في اخر الرينج اوف موشن بيحصل له بين يبقى انا عندي ارثرايتس في الهب علشان اتاكد راحوا عاملين له ام ار اي وتاكدوا اللي فيها افيوجن فعلا. لان الهب بين يا جماعه الهب جوينت من الحاجات اللي ما اعرفش اعمل لها بالبيشن. لو اساسا في بينفول اريا انا هعمل له بالبيشن ازاي في الكلام ده؟ فالتندرنس بتاعه بيتعمل ازاي بقى كلينيكال يا جماعه؟ يعني ما تقولي لي في تندرنس على الجوينت لاين في الانكل او في الني او في الام سي بي او في الريست او في الالبو اصدقك. لكن ما تقولي في تندرنس على الجوينت لاين في الهب. هو بس الليمتيشن بين في الرينج اوف موشن بس. بين في الرينج اوف موشن وقلنا انهي موشن اللي بتتاثر اول واحده؟ الاكستنشن تقريبا؟ لا حد يقول يا جماعه. انترنال روتيشن. ميديان روتيشن. انترنال روتيشن. فالتندر بتاعت الهيب جوينت بتتعمل بالاكزامينيشن اوف ذا موشن. تمام؟ With these above positive reports, a diagnosis of juvenile spondyloarthritis was made and the patient was started on endomethacin and methotrexate. رأيكم ايه؟ العيان عنده ايه؟ ماشية ما ريكومنديش. ليه؟ حد يقول لي بس العيان عنده ايه دلوقتي؟ واحدة واحدة كده قولوا لي العيان عنده ايه؟ أرجع لكم تاني كده؟ عنده الأوليجو أرثرايتس وهالة بوزيتيف. ماشي. كلينيكال. وبين في الميت فود. عنده أنكل وني وهب وهب وترسل يعني أوليجو صح ولا دخلتي في البول؟ حلو. الريكومنديشن بتاعتي لحد دلوقتي اديله ايه؟ نانسترويدال وديمارز ميزوتوكسيت. لا ليه بقى اديته ميزوتوكسيت؟ هو انا استريد الاول نجربها الاول. انا لا قولي لي ليه لو قلتي لي ليه بدا ليه بدا ميستروكسيت هو صح ابدا ميستروكسيت ليه؟ عشان
عشان المين دومين ارثرايتس؟ لا طب ما الاوليجو ارثرايتس اللي هي الاوليجو ارثرايتس العاديه خالص كان في من الناس ببدا لهم نون ستريتد. حاجه كده عملنا ستريس عليها جوينت معين لو كان افكتد هيبقى بور بروموزس وسيفير ديزيز وبيدخل في الافكشن وفي الجروس وفي الهيب جوينت. الهيب افكشن هيب جوينت من الفور بروجستيك فاكتور، عشان كده اختاروا اللي هم يدخلوا على طول الميستريك سيت معاك. مدخلين اندوميسس علشان السايتس ريليتد، فالاندوميسس من الحاجات الكومنت جدا في الاستاتس بتاعت. تمام تمام اللي هما دخلوا كمان فوليك اسيد معاه. بيشنت واز جيفن اكتف باسيف رينج اوف موشن تمام اكسرسايزز وهيب ابدكتور اكستنسور سترينثنينج كور سترينثنينج اكسرسايزز وير توت. شفتوا الدور بتاع الفيزيكال؟ شايفين لازق في الميديكال ازاي؟ لازم لازم فيزيكال تريتمنت للعيال الولد ده لازم. ده واخد هيب جوينت، هيب جوينت ريسك اللي هيجي له ايه؟ هيجي له ايه؟ قلنا الهيب جوينت بيبقى المور ليابيلتي اللي هم يجي لهم ايه يا جماعه؟ يجي لهم ساكرويايتس، والساكرويايتس لو جاله هيجي له اكزيال افكشن. فالهيب جوينت ده بور بروجنوزس، وهيقول لي اللي هيجي له كمان الولد ده هيكمل للمور سيفير اللي هو الساكرويايتس اكزل افكشن اللي هيعملوا له ليميتيشن في موشن وهيوقفوا حياته كلها. فلازم الفيزيكال ثيرابي مهم جدا في العيانين دول وفي العموم في الجوفينال جيباسيك ارثرايتس عامه كلهم، لكن دول مهم جدا 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 فيزيكال موداليتي فيهم او الفيزيكال اكسرسايزز فيهم. يعني knee and foot pain completely subside and patient was ambulatory without pain. Patient was referred to ophthalmology and the cardiology departments to rule out any extra particular manifestations. Patient was discharged non-symptomatic with indomethacin and methotrexate 7.5 milligram of folic acid وفيتامين D3 وكالسيوم supplement and antioxidant supplements. شايفين مدين ايه يا جماعة؟ فيتامين دي وكالسيوم ما بيتشالش من الريجمن بتاعك، من البرسبشن بتاعك في التشايلد ما بيتشالش، ده اساسي. Patient was asked to review after 1 month for routine follow-up and thereafter every 3 months for 1 year and every 6 months in second year. Patient family was counseled about the nature of the disease, its course, and anticipated complications and the progression to other ankylosing spondylitis and axial involvement. علشان عنده high risk factor of HIP قالوا اللي انت ممكن اللي انت تديفلوب اكزيال انفولمنت، وكمان اتش ال اي بي 27 بوزيتيفيتي ده ممكن تخلي الولد ده كمان في المستقبل يكون اولاده وهم كمان عندهم لايبيلتي للديزيز ده. تمام؟ في اي حاجه ليها علاقه بالكيس دي نتكلم فيها؟ تمام يا دكتور. تمام كده احنا يبقى خلصنا الجوفينايل جيباسيك ارثرايتس بكل الكاتيجوريز بتاعتهم. اود ان انتوا لو سمحتوا طبقوا بقى بعد ما خدتوا كل الفول تيكتشر بتاع الجوفينال جيباسيك ارثرايتس يتقروا كل المحاضرات تاني على بعضها، وتحاولوا تشوفوا كيسز كتيره او تقروا على النت حتى كيسز كتيره علشان تقدروا تطبقوا كل المعلومات. وكل ما هتقروا كتير وكل ما هتقروا يعني كيسز كتيره هتعرفوا تطبقوا الكريتيريا بشكل اسهل كتير من اللي انت تحفظيها، وكمان التيلرد بروجرام للتريتمنت هتتعودوا عليه على الاقل لما يجي لك عيان تبقي فاهمه انت هتمشي ازاي. اي استفسار في الجوفينال جيباسيك ارثرايتس عامه؟ في اي حاجه واقفه قدامكم؟ تمام يا جماعه؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. تمام تمام ان شاء الله اشوفكم المره الجايه باذن الله. هحاول ان انا ابدا معاكم الكورس بتاع الفاسكولايتس، ودكتور احمد باذن الله